السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رانوي من المواقع القوية جدا في المونتاج بتاعت الفيديو وفي التعديل على الصور والصوت. طيب خلينا نشوف التمبليت. بص عملها بالشكل دوت، فيه تمبليت كتير جدا. طيب خلينا نختار مثلا حاجة زي كده. تمام، ده الشغل بتاعك، بس هتعدل بقى، تعدل بقى الأسامي، تعدل الصور زي ما انت عايز. يعني هقول له كاستمايز ذيس تمبليت، انا عايز التمبليت ده عاجبني لكن محتاج ان انا اخليه خاص بيا. ممكن النهارده العيد، كل سنه وانت طيبين، فانا جمال له مثلا تهنئه بالعيد. هو عامل كل حاجه بحيث ان انت تقدر تشتغل باسهل طريقه ممكنه، مش محتاج ان انت تتعلم حاجه خالص. الكلمه دي مثلا انت عايز تعدل فيها، فمجرد ان انت تعمل دبل كليك وتكتب مثلا هابي ايد، تمام، وتقدر مثلا تعدل فيها، تسحبها يمين شمال زي ما انت عايز، هتلاقي الموضوع ما فيهوش اي مشاكل خالص. طيب ممكن تمشي شويه كده، تعمل سيلكت على دوت تقدر تعدل فيه، تعمل سيلكت على ده تقدر تعدل فيه، فالموضوع سهل جدا. طيب تعال نشوف بقى الجزء الثاني. دوس هنا مرتين فطلعت لي بالشكل دوت. طيب الصوره ديت تعمل سيلكت عليها هنا، تقدر تعمل لها كروب، تقدر تعمل الماجيك، تقدر تعمل جرين سكرين افكت موشن. لا انا عايز ابدلها خالص، فهاجي هنا اقول له ريبليس. فتقدر لو انت عندك اي صوره تسحبها من الاسيت وتعمل تبديل ليها، يعني مثلا اهوت راح مبدل لي الصوره دي. طبعا لازم ابدل الصور كلها، مش هينفع اعمل صوره واسيب صوره. تمام، فبالشكل دوت. يبقى انا الصوره ديت هروح مبدلها بالشكل دوت. طيب بعد كده خلينا نخرج من الامر ونشوف الفيديو هيبقى عامل ازاي. هقول له رن، لسه في صورة عايزين نبدلها. طيب خلينا نشوف الفيديو. تمام، محتاج ان انت بس تبدل بقية الصور.